العراق على شفا الانهيار وملايين العراقيين يعيشون في فقر مدقع. هكذا إذن يرى صندوق النقد الدولي المشهد في آخر تقرير له، داعيا القادة السياسيين في العراق لاتفاق ينقذ اقتصاد البلاد. إذن 8 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، يقول التقرير. 5 العراقيين بلا مصدر للطاقة الكهربائية أو مياه صالحة للشرب في ظل انعدام الخدمات الأساسية الأخرى. كما جاء في التقرير أنه يولد سنويا آلاف الأطفال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جدا. صندوق النقد الدولي أطلق نداء عاجلا للساسة. العراق يتأرجح على شفا انهيار بعد كل هبوط في سوق أسعار النفط العالمية، والتحديات التي يواجهها العراق لا تتفق ولا تقف عند ذلك، بل يواجه بلد الرافدين تهديد التصحر، وملايين العراقيين يهدد عقول التصحر والملوحة الشديدة وجودهم في مناطقهم. أجزاء إذن كبيرة من العراق لن تكون صالحة للسكن في الأعوام المقبلة، هكذا جاء في التقرير. صندوق النقد الدولي يؤكد أيضا ومجددا في تقريره، العراق يخوض معركة مصيرية من أجل البقاء والحفاظ على اقتصاده. إذن الأزمات والخلافات والحروب دمرت اقتصاد البلاد، يقول التقرير. والسياسات الاقتصادية الخاطئة وسوء الإدارة أيضا يبدد موارد العراق. صندوق النقد الدولي يختتم تقريره بدعوة، دعوة القادة العراقيين لإصلاحات شاملة حقيقية واستثمار ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أنها الفرصة الأخيرة لهم. ويتساءل التقرير، هل سيستغل العراق هذه الفرصة التاريخية أم سيبقى السلوك القديم سائد؟ Thank you.